السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، متابعنا الكلام متابعتنا الكلمات. مرحبا بكم مجددا في قناتكم ميزات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فاتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعنا الكرام بعروض بيم الجهوية لعدة مدن وعدة محلات ليوم الجمعة 27 ماي 2022. هذه العروض إن شاء الله غتكون في يوم الجمعة ديال هذا الأسبوع هذا، وغتكون في عدة مدن، مجموعة كبيرة ديال المدن ومجموعة كبيرة ديال المحلات. بقاو معنا حتى الآخر باش تكتشفوا فين غيكونوا إن شاء الله. بالنسبة للعروض زوينة، نتمنى انها تعجبكم. بقى معنا حتى الاخر باش تكتشفوا جميع المنتوجات اللي كاينين في هذا العرض هذا. اللي اول مره يزورنا في القناه متابعينا الكرام، اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله يبقى ديما يوصل الجديد. ايضا ما تنساوش الضغط على زر ديال الاعجاب، وما تنساوش ايضا تشاركونا التجارب ديالكم، اي منتوج ديجا جربتوه في هذا العرض هذا او في جميع العروض اللي كنعرضوا، شاركونا التجربه ديالكم. الله يجازيكم بخير، فراه كنستافدوا من التجارب ديالكم بزاف. ونبداو على بركه الله متابعينا الافاضل. كان اول منتوج معنا متابعينا الكرام واحد طقم خلاط يد 3 في 1، واحد الميكسور كما كتشوفوا معنا، هذا من الشركه ديال هوفمانز. لا بويسونس ديالو 180 واط، فيه لاشوار كما كتشوفوا معنا، كاين لاشوار وكاين الضراب كما كتابعوا معنا متابعينا الكرام، وكاين ايضا الميكسور بالغرف ديالو. بالنسبه لهذا الميكسور او الغرف ديال الميكسور كيهز 500 ملي، نصف لتر، والغرف ديال الهاشوار كيهز 750 ملي. متابعنا الافاضل، كما كتشوفوا معنا جايب هذا اللون هذا المميز من الشركه ديال هوفمانز كما كتشوفوا معنا. هذه اول مره نشوفها في بيم، فالمرجو من السيدات اللي سبق لهم ديجا جربوها يشاركونا التجربه ديالهم. الخلاط كيجيب هاد لي زاكسيسوار كاملين كما كتشوفوا معنا متابعنا الكرام، وحتى الشكل ديالهم زوين. بالنسبه للثمن راه جايبينو ب 220 درهم، 4400 ريال. متابعينا الافاضل، كاين ايضا معنا خلاط كهربائي بهذا الشكل هذا ايضا من هوفمانز، 700 واط لا بويسونس ديالو، معاه الغرف ديال العطريه والغرف ديال العصير كما كتشوفوا معنا، كيهز لتر ونصف، وايضا معاه واحد الغرف اللي اينوكس 750 ملي. كنظن حتى هو الطحن هذا من الاينوكس، جايب هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معنا. هذا الباك هذا تقريبا مكون من 4 ديال القطع. متابعينا الافاضل، بالنسبه للثمن فراه داير 290 درهم، 5800 ريال، وممكن تحكموا في السرعه، كنظن انه كاين 5 ديال السرعات. متابعينا الافاضل، كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد المطحنه كهربائيه ديال القهوه، واحد مولا اكافي ايضا من هوفمانز، كاباسيتي ديالها 50 غرام، كتهز 50 غرام، 200 واط في القوة ديال الموتور ديالها. جايب هاد اللوين هذا ايضا، صراحة اللوين ديال هاد المنتوجات من هاد الشركة زوين. بالنسبة للثمن فراه دايرة 110 درهم، 2200 ريال. كنجددو الطلب من المتابعين اللي ديجا جرب اي منتوج من هاد الشركة يشاركنا التجربة ديالو، نستافدو جميعا. كاين ايضا معنا واحد البريس اغريم او واحد العصارة ديال الحوامض، عصارة كهربائية من نفس الشركة متابعينا الكرام، لا بويسونس ديالها 20 واط، جاية بهاد الديزاين هذا، العصير كيتخوى في الكاس مباشرة كما كتشوف معنا متابعينا الكرام. وبالنسبة للثمن فراه دايرة 120 درهم، 2400 ريال متابعينا الكرام من هوفمانز كما قلنا. كاين ايضا معنا متابعينا الافاضل واحد المجموعة ديال المقالي رخامية من الشركة ديال اديكت. كاين اول مقلاة معنا فيها 20 سنتيم في الديامتر ديالها، جاية بهذا الشكل هذا، السطح رخامي كما كتشوفوا معنا، ما كيلصقش، وحتى هذا الرخام راه صحي، يحاول الانسان ايضا ما يخبشوش، بحالو بحال الجرانيت. بالنسبة للثمن ديال هاد المقلاة هادي فراه دايرة 65 درهم، 1300 ريال كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا من نفس الشركة مقلاة ايضا رخامية 24 سنتيم في الديامتر ديالها، هذه كبر من الاولى شوية كما كتشوفوا معنا، جايب هذا الشكل هذا. بالنسبة للثمن ديال هذه فدايرة 1600، 1600 ريال، 80 درهم متابعينا الكرام. وكاين اخر مقلات معنا في هذا العرض 95 درهم، 28 سنتيم، من نفس الشركة وبنفس لاماتير، مصنوعة من نفس المادة كما كتشوفوا معنا، 28 سنتيم، 95 درهم، 2000 ريال، قل 100 ريال.
هذه 28 سنتيم، هذه كبيرة. وبالنسبة لهذه المقالي متابعين الكرام فكيجيو بموديل آخر أو بلون آخر اللي كتشوفوا معنا دابا في الصورة بهذا اللوين هذا، من نفس لاماتير ونفس الشركة. موديل تاني كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام بهذا الشكل هذا. بالنسبة للعروض ديال اليوم متابعينا الكرام هما هادو، كما تابعتوا معنا كاين المقالي الرخامية كما شفتوا معنا، صراحة الشكل ديالهم زوين وكيبانوا انهم كاليتي. كاين ايضا معنا العصارة الكهربائية ديال حوالي 120 درهم، شفتوا معنا ايضا مطحنة كهربائية ديال القهوة 110 درهم، وشفتوا معنا ايضا طقم خلاط اليد 3 في 1 مكون من الهاشوار والدراب والميكسور كما شفتوا معنا بالغرف ديالو ب 220 درهم 4400 ريال. وايضا شفتوا معنا خلاط كهربائي بلندر بثلاثة ديال الغرفات، كاين ديال العطريه وكاين الغرف ديال العصير الزجاجي، وكاين ايضا غرف ايموكس اللي شفتوا معنا في هذا العرض 290 درهم 5800 ريال متابعينا الكرام. بالنسبه لهذا العروض متابعينا الكرام كما قلنا غيكون ان شاء الله يوم الجمعه، ابتداء من يوم الجمعه 27 ماي 2022 الجمعه ديال هذا الاسبوع هذا. بالنسبه لهذا العروض متابعينا الكرام كما قلنا في اول الفيديو فغيكونوا في عده محلات وعده مدن. هاد العروض ان شاء الله غادي يكونوا في مدينه الدار البيضاء بالجهه ديال بوسكوره، ايضا الجهه ديال سيدي معروف والمستقبل والنسيم لساسفة ودار بوعزه، وايضا غادي يكونوا في المدن التاليه، غيكونوا في مدينه برشيد، مدينه سطات، مدينه مراكش، مدينه بنقرير، بني ملال، الجديده وازمور، يعني المدن او الجهه ديال بوسكوره في الدار البيضاء والمدن اللي جنوب الدار البيضاء، جميع المدن اللي فيهم بيم جنوب الدار البيضاء غيكونوا ان شاء الله فيهم هاد العروض هادي ابتداء من يوم الجمعه 27 ماي 2022. هذا هو العرض ديال اليوم متابعينا الكرام، نتمنى انه يكون عجبكم. اللي سبق له ديجا جرب اي منتوج من هاد المنتوجات خاصه هاد الالات ديال هوفمانز يشاركنا التجربه ديالو ونستافدوا جميعا، راه كنستافدوا من التجارب ديالكم بزاف. اللي مازال ما يطلع على العروض الوطنيه ديال يوم الجمعه يدخل القناه غيلقاهم ان شاء الله، وغيلقى ان شاء الله جميع الجديد ديال العروض، اي جديد راه كنحطوه ان شاء الله. نتلقاو في عروض اخرى وميزات اخرى متابعينا الكرام، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد، ما يفوتكم حتى عرض ويوصلكم اي اشعارات بالعروض اللي كنحطو. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب فراه كتشجعونا به بزاف، وايضا ما تنساوش انكم كما قلنا تشاركونا التجارب ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم. نتلقاو في عروض اخرى وميزات اخرى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.